لو الحكاية فيها إن فيديو تطوير النفس او في علم التغيير. نقول ان الاغنيه بتاثر، ممكن تغير مود شخص، وممكن كمان في قانون الجذب تخلي حياته تبقى شيء معين. يعني مثلا شخص حزين فيبقى بيسمع اغاني حزينه فحياته تزيد كئيبه ويبقى مقتنع بالفكره قوي ويعود نفسه على التغيير. يعني بيحط من جوه كده انه بيرسم مشاعر. احنا بنقول دايما انه الفكره بتجذب شبهها، والفكره عرفت مشاعر، طول ما انا بنزل مشاعر الفكره هتبقى قويه جدا. فكتير قوي بنقعد نسمع بقى الاغاني. فاكيد برضو بعد الفتره اللي قررتي فيها تغيير معين في حياتك، فكرتي ان كل اغنيه بتكوني بتقوليها بتوصل رساله ايجابيه. الرساله دي انها ممكن تغير مود حد، تخلي عنده تنمي فيه مفاهيم الانتماء والحب والسلام والحضاره وكل الحاجات اللي احنا بنشوفها في مجتمعنا. فدور الاغنيه بتشوفيه عامل ازاي؟ انت قلتي انه ممكن نغني الوطن ونغني ربنا، دور الاغنيه بتشوفيه عامل ازاي؟ واكيد سالتي فعلمائنا وشيوخنا في الموضوع ده، وكان ايه ردهم برضه؟ بصي، الكلمه الطيبه صدقه، الكلمه الطيبه صدقه. اذا قلتيها في كلمه، اذا قلتيها في ندوه، اذا قلتيها في اغنيه، قلتيها في مسرحيه. انسان راقي، انسان مش راقي، ما اقصدش في الرقي اللي هو الرقي الاجتماعي، لا، انا اقصد الرقي الاخلاقي والرقي العقلي والرقي النفسي. خلينا نقول في ناس كتير جدا بسطاء جدا جدا، لكن عندهم حاله من الرضا مخليهم راقيين جدا نفسيا واخلاقيا. فهو ده الرقي اللي انا اقصده. الفن دي وظيفته الحقيقيه. احنا اللي مع الاسف برضه لسبب او لاخر، لان الفن بيحيد عن طريقه او المسار اللي المفروض ان هو يمشي فيه او اللي معمول ليه اصلا او اللي اخترعه الفن عشانه. يعني المفروض ان هو ينمي من الشعوب، ما يضعفش من الشعوب. المفروض ان هو يكون دافع ايجابي للامم مش سلبي. للاسف الشديد النظره دي اتغيرت بشكل كبير، لكن يعني بنحاول. العبد الفقير الى الله بيحاول، يعني يا رب يكون في ناس ثانيه كمان تحاول. واكيد الوسط الفني في كتير ناس عندهم مبدا وعندهم اخلاق وعندهم وعي وثقافه، ويا رب ان شاء الله كلنا نحط ايدينا في ايدين بعض ونقدر نرتقي بالذوق العام ونرتقي بالفن المصري. يا رب امين. يمكن الوضع اللي بتغير كان بسبب ايه؟ محاولاتك ولا هو على سبيل الصدفه ولا ايه بالظبط؟ يعني خلينا اقول ان انا من الناس اللي بتؤمن ان مفيش مستحيل، يعني مفيش حاجه مستحيله، او المستحيل الوحيد هو الحاجه اللي رب العالمين بس القادر ان هو، طبعا ربنا قادر على كل شيء، ولكن اقصد الحاجات اللي يعجز اي بشر مش انا بس عن فعلها، هو ده المستحيل بالنسبه لي. لكن مساله ان يبقى في مستحيل او انا ما اقدرش اعمل، عمري ما قلت على حاجه معينه ما اقدرش اعملها. اي نعم، مش كل الاهداف اللي بوصل لها بيبقى في طبعا بذل مجهود، بيبقى في توفيق رب العالمين قبل اي حاجه. الحاجات اللي انا ما بوصلهاش بقول اكيد انا مقصره في شيء او ربنا مش كاتبها لي، لكن بحاول بقدر الامكان ان انا اجتهد واسعى عشان اوصل لها. وانس ان انا وصلت لها بحمد ربنا جدا وبحس انه لا، يعني انا ماشيه على الطريق الصح. بيبقى في مؤشرات كتير قوي برضو زي ما قلت لك في الاول، ان انا بامن قوي بالرسائل اللي بتجيلنا من عند ربنا. بتحسي انه لا، في حاجه بتوقفك عن المسار ده، او بتحسي ان كل شويه ربنا بيبعت لك حاجه ان انت ما تكمليش في الطريق ده. فالحاجات اللي بحس ان هي كده دي ببعد عنها شويه. مش نظره تشاؤميه، لا، الحمد لله انا متفائله جدا، بس انا بامن بالرسائل دي، يعني انا باخدها بعين الاعتبار قوي. وبكتشف مرور الوقت ان فعلا كويس، والحمد لله ان انا ما كملتش مثلا في الخطوه الفلانيه او في المسار الفلاني. لو كلمتك على الصعوبات، هي الصعوبات اللي ممكن تقابل اي بني ادم في مجال عمله او في المجال المهني اللي هو بيمتهنه، يعني المهنه اللي هو بيمتهنها. كل حاجه بالطموح. لو انا عندي طموح وبذلت المجهود واديت بجد، لانه ربنا مش بيضيع اجر اي بني ادم. ممكن تبذلي مجهود عشان انت عايزه تحصلي على نتيجه معينه، ما تحصليش على نفس النتيجه، بس تحصلي على نتيجه ثانيه ما تكونش في دماغك، بس ربنا يعوضك عن المجهود اللي انت بذلتيه، او الاجتهاد اللي انت عملتيه، او السعي اللي انت سعيتيه، ممكن يتعوض لك عن طريق تاني خالص غير اللي انت كنت رايحه له، بس هيتعوض اللي عند ربنا ما بيروحش ابدا. فزي ما بقول لك، هي بس الصعوبات اللي هي انه انا احس ان انا مقصره بس. تحسي انك مقصره
مقصرة يعني يمكن يعني مش كل الناس بتبص لها بالحتة دي. يعني في حد ممكن يقول هو أنا ده قضاء وربنا وقدره فهي الدنيا كده ودايما بنتكلم فيها إن هما بيختاروا الصبر فقط إنه أنا هصبر على الابتلاء وحاسس بده كده. أصل في ناس ربنا بيسلقهم ناجحين وفي ناس ربنا بيكتب عليهم يبقى طول الوقت هما مثلا أتباع يعني مش قادة. ولكن يعني مفهوم القيادة أصلا بيختلف القائد في كل يعني في كل مكان ممكن يعني يقول ايه لو عامل في مكان مدير يعني شغل هادي وجميل ورائع ومؤثر ولكن ممكن يكون قائد بأخلاق وقائد بانه حاسس انه بيعمل عمل جليل في زي التحيه والصحيح. هي النقطه دي اللي انا كنت عايزه اعلق عليها انه مش عيب ابدا ان انا اخد دور تاني في الحياه ومش لازم اكون انا الدور الاول في كل حاجه لانه في ناس قادرين على القياده وفي ناس غير قادرين على القياده وجودهم في الصف الخلفي يبقى دافع للقائد ان هو يكمل اكتر وان هو يعني يعمل حاجات صح وايجابيه اكتر ويفيد الحواليه اكتر. فكل واحد في مكانه يبذل المجهود اللي المفروض يبذله. مش بالضروره ان انا ابذل مجهود عشان ابقى الاول ولو ما بقتش الاول خلاص بقى تجيلي حاله الاحباط الفظيعه واقعد في البيت واحط ايدي على خدي واقول ربنا بيخلق ناس فاشلين. رب العالمين ما بيقدرش اي حاجه وحشه لاي بني ادم. ربنا سايب لنا الحياه نعمل فيها اللي احنا عايزينه واحنا اللي بنختار. يعني نعم في قدر وفي نصيب في حاجات مكتوبه على الجبين بس مساله السعي والاجتهاد دي ربنا امرنا بيها اصلا يعني. فمش عيب ابدا ان انا ابقى في الخط الخلفي بس انا قادر ان انا ادي في المكان ده. مكاني هو المكان اللي انا قادر ادي فيه وقادر احقق فيه وقادر افيد بيه نفسي واللي حواليا. ممكن يعني قلت نقطة مهمة جدا جدا انه يمكن دي كانت مشكلتنا في مجتمعاتنا العربية الفترة اللي فاتت. كل حد شايف انه ينفع يكون قائد، كل حد عاجباه الشكل وعاجباه الكرسي عاجبه حاجة معينة عاجبه مثلا حتى كإعلام كل حد عاجبه حاجة معينة وشايف انه هو هيعرف يدي فيها فيقول اي حاجة وخلاص يطلع بأي فكرة وخلاص. يعني دايما الجملة بقولها قبل ما اقصر يعني اذا ردت شهره فاخرج عادي الى المجتمع فساعتها الناس كلها هتشوف ده يعني حاجه شاذه بيجي تبحث وراها. القياده في مجتمعاتنا العربيه مفهومها هيتغير وقت لما احنا كلنا نبص للقياده على اني في مكان ليا دور. يعني القائد هو الذي له دور والقائد الكبير يعني بقى اللي هو مثلا ممكن نقول عليه مش هقول رئيس نقول في كل مجتمع بيكون له حد هو المحاور البيت. حتى لو قائد البيت يعني اوقات كتير جدا بيبقى طبعا القوامه للرجال وكل حاجه كل النقط دي احنا عارفينها كويس بس في اوقات نقط معينه راجل البيت او رب الاسره ما بيبقاش قادر ان هو يفكر فيها او يقوم بيها وتبقى الست هي الدافع ليه. مش هتطلع تقول للناس خدوا بالكم انا راجل البيت وانا اللي بعمل وكلمه كلمتي. لا في الاخر اللي هيبان قصاد الناس ان مين اللي بياخد القرارات هو رجل رب الاسره او الراجل. لكن المشاركة بقى ان هي بتشاركوا بأفكار يعني تعوضوا مثلا الحاجة اللي هو غير قادر على تحقيقها في التفكير او في اخذ القرارات في اتخاذ القرارات. فيعني ده زي ما بينطبق على حاجات كبيرة ممكن ينطبق على حاجات صغيرة قوي في حياتنا اليومية بنعيشها. القيادة يعني اكتر حاجة اخدها من كلامك ان القيادة هي مسؤولية كل شخص ليه دور مش بيقول بس انا ليه دور وعاوز ابقى في المكان الفلاني. ليه دور بيأثر بيه في بيته بيأثر بيه في شغله بيأثر بيه في حياته العامة في ناس بيعملها في الشارع. ممكن يكون قائد بخلق ممكن يكون لو ممكن يكون يعلم الناس مثلا التسامح فيكون قائد في ده عارف يوصل للناس ده. فكل شخص قائد في مكانه يعني حب دورك يعني دي اكتر حبي دورك كإجراء وأمن معنى حب دورك وابدأ فيه وتميز فيه. شوف الحاجة اللي انت من جوه حاساها ان هي دي اللي هتكمل فيها نقطة اختلافك. يعني ربنا خلقنا كلنا مختلفين على الأرض فدي أكتر حاجة خدتها من كلامك. ويمكن دي تخليني برضو أدخل إنه التحدي برضو في الحجاب. يعني إيه أكبر تحدي مثلا واجهتيه ولما رجعتي تاني الساحة الفنية بعد سنتين؟ أكبر تحدي أحد قال لك أنت ليه؟ اتحجبتي ليه؟ والدنيا كانت الكلام ده أنا سمعته كتير قوي من أول ما اتحجبت كمان ليه دلوقتي؟ أنت ليه عملتي في نفسك كده؟ ببقى مستغربة قوي وأنا عملت يمكن في حاجة حصلت أنا وأرجع أبص المراية وفي إيه؟ وأنا متضايقة قوي كده ليه؟ فهي الفكرة كلها إن الكلام ده أنا بسمعه من بدري. بس لو قلنا بقى التحدي نتكلم جد بقى. التحدي الحقيقي هو إثبات الوجود. أنا اعتبرت نفسي بجد والله يعني مش كلام خلاص اعتبرت نفسي إن أنا ببتدي من أول وجديد في كل حاجة. أنا مع الفكرة
دي قوي، ان البني ادم اللي يسيب حاجه معينه ويتجه لمجال اخر او لشغلانه تانية او كده لازم يبتدي يعني يعمل حساب بينه وبين نفسه وهو بيبتدي من اول وجديد في كل حاجه بيعملها، طبعا مع انه يفضل حاطط لنفسه او القدر والنصيب حط له ارضيه معينه ممكن يمشي عليها، بس ما يعتمدش على ده قوي لان التحدي في الشكل الخارجي وفي الجروب كمان اللي بيتقدم وفي كل حاجه، يعني هو مش مجرد تحدي واحد حاجه صغيره وتحدي وخلاص، لا هو فعلا تغيير كلي مش جزئي، يعني اختلاف خلينا نقول اختلاف كلي. طيب برضه تضيفي علينا وكنت يعني من خلال كلام